إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا هذا عندي اليوكي الآن 18، راح إن شاء الله اليوم نغير له مساعدات أمامية وخلفية. طبعا نوع المساعدات رياضية بلستين، الله أعتقد نعم بلستين. طبعا المساعدات الأمامية عشان تغيرها عندي هنا فيه ثلاثة مسامير، تشوفون هنا هذا واحد، وفيه ثلاثة في الجناب، وفي عندي من أسفل مسمارين. أول شيء راح نفك الكفر، نحط رافعة في المنتصف ثابتة، وراح نفك الكفر الأمامي الأيمن واليسر، وراح فيه مسمارين من أسفل راح نفكها، وفي عندي مسامير هنا علوية راح نفكها من أعلى. هنا واحد اثنين ثلاث من ورا، طبعا عليها الضفيرة، فأثناء التركيب الفك الواحد لازم يتأكد أنه ما يشد المسمار على الضفيرة. لاحظوا عندي هنا مسامير العلوية، في بعضها منهم طبعا مفكوكة، يفترض يكون بهذا الشكل ثابت ال هاي ثبت في شيء معين هنا، الله أعلم، يفترض يكون هذا مثبت. العموم عندي هنا التثبيت حق الضفيرة راكب على المسمار حق المساعد، لازم تفكه بالكليبسات حق المفتاح حق الكليبسات، وعندي برضه هنا واحد وهذا مثبت حق الضفيرة لازم تفك. طبعا تلاحظ الضفيرة كيف ما شاء الله، متأكد من الحرارة. العموم مو ضفيرة هذا الحماية الحنجور، فنفس الشيء برضه هناك، فجيت تفك وعندي مقاس 18 مسمار. تم فك الكبسات، لاحظوا كيف نحط هذا، تم فك المسامير الآن أو الكلبسات عن طريق المفك هذا حق الكلبسات. الحين راح إن شاء الله نفك المسامير. تم فك المسامير، هذه عندي مسامير علوية حق المساعد. لا راح نفك المسامير السفلية حق المساعد نقص 15. الآن بعد فك المسامير السفلية والعلوية كل اللي عليك إنك تقرص مجموعة الكفر الأسفل عن طريق المقص، تقرص الأسفل عشان هذا يتحرر معاك وينزل للداخل، بعدين هذا تطلعه من الأعلى، هذا يطلع من الأعلى. لازم تعمل حسابك أنه هذه الجهة تكون للخارج، هذه الجهة تكون للخارج، والميلان حق القاعدة السفلية. لاحظوا الآن هذا طبعا هي ما تجي مستقيمة بهذا الشكل، تجي مايلة شوية كذا، ليش؟ عشان يركب القاعدة حق المقصات، فحاول أنك ما تعكس هذه تكون أو هذا الميلان بهذا الشكل زاوية، طبعا هي تفرض انك مستقيم لكن هذه هي جاي زاوية، فلو عكستها راح يكون في مشكلة معك في التركيب، فحاول انك تحط العلامة هذه، او المهم المساعد الجديد يكون الزاوية هذه نفسها اللي بتركبها اثناء التركيب تكون متوسطة القاعدة اللي هنا او الشكل هذا عشان ما تبلش في التركيب. طبعا عندي هنا جلد متقطعة، بس ان شاء الله يكون الكرسي والجلد سليمة. هذا عندنا لنا الزرقينة راح اركبها في الجناب، وقبل اركبها حطيت لنا الزيت عشان تسهل معي الشد والفك، فحط الان في الجناب، هذا بيكون بالشكل الخارجي وهذه تكون في الخلف وتشد، او يكون العكس، اهم شيء بس انك تشد من الطرفين حتى يسمح لك انه يكون تفك الكرسي هذا العلوي حق تثبيت الريايات. تم شد الزرقينه، والواحد لازم ياخذ حذره لانه مع الاستخدام اكثر من مره، لاحظوا عندي هنا
صارت الفتحة هذه متآكلة وممكن أكثر من مرة مرتين راح ينفك من هنا وينطلق عليك. فما شاء الله تبارك الله وكلها عندي أكثر من 5 أو 4 سنوات. لاحظ حطينا صارت على وشك إنها لازم تتغير. على العموم فكينا الآن الصامولة عندي هنا بعد ما أرخينا الأيات. فلازم تلاحظ السنترة حقت المساعد عشان ما تبلش، والزاوية اللي يركب فيها المقص. فهلا نفك المساعد الجديد ونسوي له سنترة قبل التركيب. هذه مكونات المساعد، هذه تركب قاعدة هنا، وهذه تركب في الطرف اللي هنا كقفلة. والمسامير اللي تيجي مع هذه بس مجرد احتياط، 3 مسامير حاط لك هي هنا عشان لو باز مسمار معك تحط الثاني. انا تمنيت ان يكون المساعد اطول من السابق، لان المساعدات الرياضيه او المساعدات حقت الوكاله في المدارس 2015 2020 تيجي قصيره. الواحد لما ياخذ المطب كان ياخذ ما شاء الله تبارك الله كان ياكل المطب بدون مساعد. ففي بعض المساعدات جابوها رياضيه تكون اطول من حق الوكاله عشان تكون الليونه اكبر او افضل او يكون في مرونه اكبر. فاتوقع انه نفس المقاس، ما اعتقد انه في فرق. طبعا لاحظوا بهذا الشكل ما راح اركب معرفه المقص، لانه هذا مايله بهذا الشكل وهذا مايل بهذا الشكل، فلازم تركبه بهذا الشكل عشان يكون التركيبة هذه موازية لنفس الزاوية اللي هنا. وراح ننقل القواعد حق المسامير هذه على القواعد اللي هنا. والآن راح نفك المسمار ونطلع المساعد القديم ونحط المساعد الجديد. الآن نفك القفلة هذه عشان نطلع القاعدة مع الجلبة. راح نركبها هنا. هذا الحين تركيب القاعدة السفلية والقفلة الخارجية. هذا الحين بعد التركيب صار جاهز نفس السنترة لو تلاحظون الآن. وما شاء الله تبارك الله اللي لاحظتها فعلا في فرق، هذا أطول بحدود يمكن 2 إنش أو أكثر من حق الوكالة، لأنه شديت المسمار للنهاية وكان باقي عندي مجال أكثر من هذا المقاس، او ما شاء الله يمكن اكثر من يعني اطول من حق الوكاله. فهنا بيكون فيه مرونه اكثر من حق الوكاله بعون الله. الحين جاهز للتركيب. هنا ركبنا القاعده حقت المسامير السفليه. تم التركيب مسامير مع تثبيت الظفيره. ايضا هنا تثبيت الظفيره مع المسمار. الآن تم تركيب المسامير العلوية حق المساعد مع المسامير السفلية. لكن للأمانة مساعدة حق الوكالة كل اللي بس عليك تقرصه من أسفل، بعد ما تفك المسامير العلوية والسفلية تقرص المقص لأسفل يطلع معك. هذا للأسف ما شاء الله فعلا المسافة أكبر، فاضطريت إنه أرفع الرافعة في المساعد من أسفل حتى يكون متوازن مع المقص، مجرد بس ما يتعدى المقص ركب تلقائيا. طبعا احيانا يكون من قوه التركيب انه يركب لانه مضغوط، احيانا هذه تفر يمين او يسار. ففقط انت اول شيء سنتر مسمار واحد، بعدها تقدر تضرب الجانب هذا او الدقه هذا حتى تعدله في المسار حقه. وركب معي المسامير بكل اريحيه، بس يحتاج شويه لجهد. والان هذا عندي الشكل النهائي ما شاء الله تبارك الله. فانا خاف برضه يكون انه الان الواجهه الاماميه تكون ارفع. انا تمنيت بس انه يكون في امتصاص افضل من حق الوكاله، لكن لا اعلم، ما غي نجرب. لكنه الان يبدو لي انه المساعد مضغوط اعلى او اكبر مسافه، فيبدو لي بيكون الان عندك اعتقد الواجهه الاماميه بتكون ارفع من السابق. الحين الان خلصنا جهه اليسار، راح ننتقل على جهه اليمين بعد ما نركب الكفر. هذا الحين برضه جهه الراكب، فكينا
الكليبسات حق تثبيت الضفيرة. هذا الثاني اللي عندي هنا. فكينا ثلاث مسامير العلوية. فكينا المسمارين السفلية. الحين بس أقرص المقص ونطلع المساعد. نفس النظام الشغل اللي سويناه في اليسار. نفس الأسلوب. نفس النظام. ها حط زرقينا. تركيب القاعدة اللي هنا، تركيب القاعدة القديمة حقت المساعد اللون أسفل الياي، تركيب القفلة حقت المساعد. الحين راح نركب. وهذا عندي الآن المساعد جاهز. راح نركب الآن القواعد حق المسمار من هنا. أهو تم التركيب الآن. المساعد جاهز. تم تركيب المسامير السفلية، تركيب المسامير العلوية مع تثبيت العوازل. كذا خلصنا اليمين واليسار الأمامي. الآن إن شاء الله راح نغير أو راح نبدأ ركب في المساعدات الخلفية. تم تركيب الكفر الأيمن، الكفر الأيسر. المساعدات الخلفية عندي هنا، لاحظوا مسمار هنا مقاس 19، مسمار مع صامولة، صامولة من الخارج والمسمار من الداخل. نفس الشيء هنا برضه. راح نفك المسمار والصامولة، أو عفوا الصامولة والمسمار. لاحظ أثر التهريب أعتقد، الله أعلم. فكينا الصامولة، فكينا الصامولة. الحين ما راح ينزل لأن أنا رافع الكفر، فلازم ينزل شوي حتى أقل شيء. من الحين هو ممتد المساعد الأخير، فلازم ننزل حتى أقل شيء إنه الكفر ذا يصل على الأرض ويتحرر معي المسمار، عشان أضغط شوي مسافة من المساعد عشان هذا يتحرر معي المسامير وأفكهم. هذا المساعد وهذه الخوابير أو المسامير مع الصوابين. هذا عند القديم وهذا الجديد. أطول نوعا ما ونقول نفس بعض، نفس بعض. تم التركيب. مسمار العلوي مع صامولة، مسمار السفلي. وللأمانة شكليا كان نفس المقاس الله أعلم، لكن لما جيت أركب فرق. لازم أرفع العفريتة زيادة عشان أركب المساعد. سابقا الأول اضطريت أن أنزل المساعد عشان أركب، فيبدو لي الفرق برضو هذا أطول. لكن شكليا لما جيت أقارن بينهم نفس الطول، لكن يبدو لي أنه مع التركيب في فرق. خلصنا الآن من جهة اليسار، إلى راح إن شاء الله جهة اليمين. وإذا جيت تحط المسمار أو المفك من الداخل، فأحضر إنه ما ينزل عليك غبار في عيونك ويسبب لك مشاكل. طبعا الملاحظة الأسبير شكله حصل له احتكاك أو حك من أسفل، فصار يضرب في الصدام، فيحتاج بس فقط إنه ينزل الأسبير ويدفع للأمام شوي ويشد عليه، يعني يخزن الأسبير وهو في مسافة له الصدام، لأنه كده ممكن أي حركة شيء سبحان الله راح يخرب الصدام. فكينا المسمار والصامولة، نفس الشيء برضينا هذا المسامير. وهذا عندي مساعد الآن. هذا المساعد القديم وهذا المساعد الجديد وزايد. نعم زايد يمكن حدود 2 انش او العموم. انا راح نركب ان شاء الله. تم التركيب. مسمار
الصنبور السفلي وهذا العلوي ما شاء الله تبارك الله والله يعطيه خيرها ويخفي شرها. باخذ فيه الفرة وجرب وبنشوف اذا كان في اختلاف. والله ما شاء الله جربت المطب الاول يعني مطبه مو موجود اني هديت ولا انه مشيت بسرعه يعني شيء بسيط يعني، لكن ما شاء الله تبارك الله لقيت او حسيت باريحيه غير طبيعي. لان هذا المطب على هذا الممشى لاحظوا دم هدي ما شاء الله تبارك الله يعني ما كان فيزي اول كان بس تاخذ المطب بشكل اسرع تلاقي كانك ضربت في حفره كبيره او كانك ضارب في شيء قوي مره. الحين ما شاء الله تبارك الله صارت الضربات او الامتصاص المطبات والله في ما شاء الله تبارك الله فرق بشيء كبير. انا عندي سوبرمان 16 مشكلتي اني حالف اني ما اغيره حتى تضرب اللي والله العظيم ما شاء الله تبارك الله. المساعدات الرياضية هذه او الطول فيها المساعدات صراحة ممتازة على يجات الوكالة يعني صار في فرق في نعومة الامتصاص المطبات او الحفر شكل بستمر على المطبات ما عاد بوقف. والله ما شاء الله تبارك الله باخذ فيه التجربة في الرمل ما شاء الله تبارك الله. صار فيها داوة رصاوة في الرملية ما شاء الله تبارك الله ما عاد ناقص ولا في ذيك الاشياء الكبيره اللي يحتاج كان اول كان لو تاخذ فيها البر او تاخذ فيها البطانيج زي كذا تشعر كانك في رعب. الله يعطيه خيرها في شرها. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.